ميدانية، والحمد لله كل ما بنروح حتة بنشوف إيجابيات أو سلبيات بناخد فيها قرارات والحمد لله. شدوا حيلكم، شدوا حيلكم، كلنا لازم نشتغل عشان انا زعلان منكم لكن هتصور معاكم. طول ما في واحد مش راضي انا زعلان، لان انتوا اللي علمكم الناس اللي علمكم. احنا الناس دي احنا جدا لازم نستحملهم ولازم نخدمهم. الكلام ده ما يبقاش وظيفه، يبقى من قلبكم. لكن هتصور معاكم.